Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rana akan beri video jil Temi video raikum PUBG Ma khayi Amir. Kifak Amir? Kifak Amir? Tamar Amir lukhani l'amfor. Wana Zaini Nishamisi Nishabah Amir Nishu. طيب نبلش فيديو نبلش داك بس انا يا رب يطلع لي انفور واخت الايكي بنت عم الايكي بنت عم اختها شو ما تكون تكون يلا وماجد رح يصير ينزل معنا وماجد رح هو اي بي كي جيمر ماجد رح يقعد حدنا هلق تليفونه مش معه وش رح يقدر يلعب معنا اي بي كي وكمان بدي اياكم تشتركوا بقناته اي بي كي جيمر أرجو زايد تناني نشوف إيه. ليش حد مثلاً نزلين سكواد ولا حد عادي؟ ليش حد؟ لا يا جريل. لا نزل على. أوكي. ولا بسيجن. أوكي. سيحالة أمير يعني أقوى مني بالبابجي معروفة ونحن مش كتير يعني نضرب بالقوس وبطل مش مشكلة القوة نحن أنا وياه يعني جو؟ قوية بس مشكلة القوة ونعمل انفايت هون نينجا هاكر؟ وقت معنا هاكر نينجا هون؟ لا هل يا شباب نحن بننزل هون هلا ونرجع بنفطس من الدق زين مش هيك يا زين شباب خير رح يصير عنده قناة بعدين ونصير ندعمه وندعمه ABK Gamer ايه وفجروا ام زب اللايك ايه وفجروا سبسكرايب قولوا له من ايه اشتركوا بالقناه قولوا له مش عنده بس قولوا له جيش التنانين شو بيعمل نزل نوك دغري واحد عنده ايه عونه ما يرجح هذا رقم ثلاثه اللي هبلني انفايت 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 ونزلنا معه شباب كنا حازم شو نحن ما يرجع ليش حظا انا زعلت اني كمل ينزل سو ديو سكواد يلا صرنا ديو سكواد خلينا من برات الجيم اللي عم نلعب ديو سكواد بعرف قلت لك ويا تمام من القنابل اللي بتجيك ايه اكيد بلشوا كويس حمول حمول الرصاص حمول ايش عندي رشاش حبيب؟ عندك عندي براست عندي شد جيم عندي شد جيم وبرست انا بطلهم بيدي لا مستحيل حلو بطلهم بيدي معك شاد كان بتقلهم بيدي شباب تاخدوش لخيي حمار يعني ايه بس اقوى منك اقوى منك لا حبيب ما حضر سلموك شوية كتين تعال اعملوا ليه؟ ممكن نخيي اثنين ضده فيوش ليون لا مش اثنين ضده في واحد ضده مو نخيي طرف لا سكواد ضده سكواد جاي 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 شباب يعني اسلحة ما شايفين شو عندك؟ مثل راس مثل قرص مثل قلتها لو ما طلع لي منطقة فاشلي لو ما طلع ليش كان اهون عشيلي شو بدك فيك تكب يعني لا حبيبي انا مطلوب ايه سلاح منطق اخيرا رشاش لا مش صار عندك شو الزكا مين عليك لا يعني عليك الك يا نور لا بلا حدك لك وش ايه بس مش عليك
بطلع محلك بالجبل بالجبل لك لا يا لا في واحد بين البيت ظل بالجبل مش كيف شو أمير شو فيه هاي نزلوا جاي فيه على الفوق فوق موت مات كفو يا خي كفو منك كفو بعت فيه دار انا مسيف بعت فيه ومصطفى لا إيه بس اكل اللوت انا لا هاي فلان فاطمت شباب في شيء اعطيني الاتش مش ما يمكن ما خدتش شو بدي فيه خذ الثياب السيزون خذوا انت انا سكني بالبنت ايه انا كمان لا سكن كمان البنات بيتركبوا على يسكن البنت عن جد؟ ايه نشوف حلوين ايه وعندي اثنان خلاصات بس هيدا سكار قال؟ لا واو بيتركب على بنت الفرد هيدا يوان بينون 145 كب خلاص عندي 180 رصاص كب؟ لا شو عوزن؟ ايه عوزن حبيبي لا شو؟ هيك لا شو؟ في عمر رصاص تاخد عايز شو لشو ليون بي 44 لا لشو اخدت واحد يكون معه ليون بي 45 ما كانت معي طيب اوكي مفيش غيره هذا يلا ليتس جو كيف سيزون خلونا على يوتيوب سيزون شوف ايه على حلويت ايه بس انا رايكم شو قالكم حلوين تمام نكمل التقفيه كيف سيزن يعني بيشيلوا يقولوا قوية طيب شباب خلونا نكمل طبعا يعني راح نكون احلى من مجد وشاشيل يا جحش يا امير ومنك سمعت له صوت القنبلي ما بعرف اذا سمعته من الوقت سمعوا بس يتحدث بعرف بس انه سمع صوت ايه قربي بس قولي يعني اوكي يعني شو مهارات ايه طبعا يا والله بتطلع بديش ايكا بدك ايه لواء الايكا بدك ايه للايكا لا ما خلص ايكا بنعمل انفو اعطيني خلص ايكا لا حيه ها خود شو بتعطيني خود شو خود هاي 87 رصاصة حل بس بدي شيء كيف يا عم تاخد شيء كيف هاي ليش خير لك تاخد اي كيف شو لقين سلاح طبعا نحن بمجد البعنة يا شيخ عم نعمل حرف شو بدكم بالاصوات الجانبية يعني عم يلعب معي واحد نوب شو بدكم فيه يعني ونحن صح لا مش نوب بدي احكيه احكيه خي احكيه بس هن انتم ما تسمعوا له نوب اعلمكم اشياء هاي 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 حد يلي حد يلي الله فكرت عنه قلت لك في واحد على الجبل يا حي يكون لايك اسا القاتل لايك مين مات؟ يروح امك زي النوك وين؟ شفتوا شو؟ لازم نقع بخوف. What؟ انسان. شو؟ موت. ما صبته. أوكي يا وروح. كم كل عندك؟ طنجان أخيراً. مشكلة. طنجان تعي. بوزي حلو بوزي. يوزي الله يرحمه عمي شو باخذ لايكه فيش عنده ولا رصاصه في عم 1000 رصاصه لايكه احلى عمي بديش اياها لايكه بتحبش رامز عائلتنا هي بتحبش بحبها يعني بس بحب افتا بحب افتا يلا بشكركم شباب خي صار يحب ايه انت مين بتحب غيدة حطوم ليش بتحب الغيدة خاصك انت شو خاص الكل بيحب شارت اذا مش واحد من المتابعين بيحب هي شارت مني واحد من المتابعين بيحب بس مش كل في مثل ايه في مثل الا ما ثلاث ارباعهم بيحبوا شارت ياخذ امير طلق اليوم امير تاخذ طلق اليوم حط له اي جاتس بايز
ده سبلاي هو يفتش عنه انا همني بالسبلاي تبعه اكل اكل خلاص خلاص بلاي انا هيضربني كام حي ايه شباب يعني هلا كل غلطه بالتصوير منه تحا يكلها قتل علي ده هو شباب هاي كيفك هاي كيفك امير عندك رصاص هاي امير شباب يعني هون هي لقيت انا رصاص لليكي عم دور علي طيب شباب هلا انا بدي اطلع على السطح شباب هيدي طريقة ما بتعرفوها هيك نطلع على السطح سمع السطح ايه سطح اخذت رجعت ايكي يا حبيبة قلبي وي ولي 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 ايوه والله ما دمجناش فحسيت حاجة حد دمج طيب لواء مش عم نطلع بالزون قاعدين عم نلوت بعرف انا هيل هم يلوت ماشي ايه نحن انا بس بدي لوت حبيبي من قلك بدي اطلع انا هيل جيب زون تطلع على السطح شباب اسكاس بدك اياه هي شباب مش دايما صعب شوية مش دايما رح تزبط تعرف فرجيهم هيدي الخود المعيات فهبا تعرف فرجيهم الخود المعيات هاي اوبن شباب عزيزة صعبت على المرة الماضية يلعن حظي شو ايه تعرفوا هديك الباب ما بيحبنا شفتوا هالباب شو بيحبنا شفتوا هالباب لا الا ما اطلع خلص حطيت راسي براسه بدي اطلع الحي بحب يتباهى صراحه بس مش هو اللي بيعمل حاسس ده عبد بس لاكو يا الله شو هالحظ والله انا اقدر اطلع اول مره اطلع ايه الله ما اطلع خلاص حطيت راسي براسه طلع طلع الزكا يا لا وقعت يلا اطلع الا ما اطلع اركب علي اركب علي ايه اركب علي اركب عليك ايه يلا اطلع في شيء اركب عليك حتى لا هيك خلص ما عادش بدي اطلع مفتش اول شيء بتعمل هيك شباب وين صارت الزون الزون منيحة طيب let's go let's go اوكي نعود الدواء ناخد طلعت يا اي وقعت ليلو يعني لوط بتخرج فاشل يعني يلا امير لازم طيب خلي لي يا بايدي بليز 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 بوت بوت خلي لي يا لواء يا لواء يا لواء يا لواء يا تعب اوه انا ماشي يا حبيبي انت تعب تموت بدك تسال يا ام اسكار او اي كي او يو ام بيرو لا لايك كب الاي كي واعطيني اياه ايش وضع لايك بعطيك لا مش انه اعطيني اياه اعطيني رصاصه بعطيك براس ايه اوكي اوكي لا اوكي لواء اوكي 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 احلى تياب يعني عندي بالله اوكي تعال بعطيك رصاص الاي كي بس انا بدي اوكي بتعطيني البراس اوكي امير في رصاص يوم 45 مش البراس رصاص البراس رصاص من الرصاصات اوكي شو لابس كوت وخلص هيك تمام في 100 خذها او نعم وخذها اوكي او بكفوك اوكي انت شو معك اصلا معك بلاص بعده ايه رح كبر بس يعني ما طيب فين اعطيك كل الشاشات اوكي يعني بيبقى فيه يقتل لك بتشرش يعني بيطلع لك فيه يا شباب مين شاطر بالفوتبول حسين انا
انا عندي على هذا بدي نزل فوتبول وبدي اشوف حقيقته لمجد اللي بنزل على اليوتيوب كمان بصير ننزل مع بعض على الفوتبول يعني امير هو انا فنيت للالعاب ده بعد كنت ننزل البنزين ناخد البنزين في الورطة سيارة شوفوا اوف لك حياته لخي لوت لقلي لوت لقلك اوكي اوه ماي جاد اوه ماي جاد امفور ايه لحظة امير اوه ماي جاد فيش امفور شو بدي كب كب الغنب اللي بديش اياه كبها وبديش اياهم هم رصاص الامفور اجوا كلهم ايه اوكي يجيب هاو ليك لحظة كب هاو يا الله لا بديش اياه بديش اياه ايه ليك لي رصاص ما وزن امير بدي شنطي هذا عبسلك عباخد يعني شو بدي كب؟ بكبشي ليلي بحتاجه قول بدي رصاص الانفار ماشي رصاص اوكي بدي رصاص لحظة هو بديش اياهم بس انا كل اللي بدي اياه رصاص الانفار بعد فيه معش فيه جيب رصاص الايكا قنبلي بديش قنبلي خلص بطا طيب الفضل لك شو اليعب السحر اللي هو بالبلد فضل بديش اياه كبر ردك بيش عوزة تعيي اللي بنحب انت ولا بجوه شباب يعني شو بدكم فيه عم يحكي عني انا بحب انت شباب بدكم ببعث لكم شيء شباب يعني شو بدكم فيه بقى زكي يلا روح طيب طريق يعني في ناس بعرف ومفخود دولابه كمان هذا ده مش شايفين هذا مفخود الدولاب عمي انا عرفت ان في ناس لأ. امير بدك ليزر انا بديش اياه لا بديش شو امير بيجو كسائي انطور في سكواد بالبيت اي يكون في سكوادان يلا روح بحالي انا لا اترك بره وات شباب شايفين خايم مثل هالخايم انت قلت بابا ديبي ديبي ايه ديبي قطيبي شو اخده بدك رصاص بعطيك خذ لي التانك البنزين هي كب شوي ما عندكش كب شي امير خذ التانك تعرف امير اذا بدك لايكي انا بدي اخذ الدبي يا حسب الخبلي شكرا على الدبي تحكيب بدروب شباب طبعا يعني نحن عم نصور تقريبا عم نصور بالليل تقريبا باب الليل صورنا عندي اربعة نكب اربعة من هون ونجيب اتش هاي جيب لاتش نو اي نفس بيسي الله كب بعيد لواء تعا شوي يلا بعد نو انا خلاص طب ما تعا شوي جيبها نو اي نفس بيس لاي لواء تعا شوي لك لا يا لواء تعا وقف حد البنزين هي بنزين جرب خد تنكي هاي فاضي لانه في عم ياخد امير مش عارف ياخد وعاوزينه اخد تعال وينك هاو البنزين تلج البنزين هاو حط
تكواني هاون اطرس يلا جاي جاي تكواني ها حطيت لك انا الزهر شفت شفت تاخذ بدك تفجرها فيي ايه طبعا تفجر حالك خيي مش عاوز هاي في هلا في طياره 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 دروب دروب تعيش يا حيوان دروب كيف بعد اسرع منك تكونوا هني قاموا شنو فجرها والله سريع ايه شفي تقريبا من كل شيء تقريبا شباب يعني اكتبوا بالتعليقات اذا بدكم ممكن بتصير اتعلم اذا بدكم كيف اعمل فيس كام بتصيروا تشوفوني اللي بده يعرف لي عمري انا تقريبا عمري 13 سنه حي عمره 10 تقريبا وراح يطبق 11 تقريبا 5 سنين يعني بده لا بده شو صار بده شو صار تقريبا يطبق 11 وما موت ايوا خليني اسلح لو دروب بعمل اخذوه هذا الجحش هون اخذه اوعى تطلب لا والله مش هالجحش هاي الجحش اخذه هاي احنا ما اخذ هاي وين اوه تلق ايوه جي شباب ايوه جي جيبك ليك خذ الانفوت تبعك يا ليك اخذت كثير ايه يا جيش وين الانفوت وين الانفوت كبيت اخذ هذا الميت اهو مالك ولك اوكي خلصت هلا عشان اخذوا سيارته ان شاء الله يكون ايه سيارته على فكره اثنيناتهم نزلوا نط يعني بعد شيء نزلت ولا نزلت انت اتركني 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 امير اعطيني هذا اعطيني هي سكوب 8 معي امير سكوب 8 لقد قتلوه يا خيي ما لازم ياخذوا الامتين سكوب 8 يا خيي وين قتلوه مهم انا سنايبر احلى منه هاي امير اذا بتجري اعطيني الثياب العشب وكل شيء اعطيني كل شيء هاي وين نمت؟ اعطيني كل شيء دروب اوكي خذهم اوكي هاي فش عندك خلص امير انا اشتر منك سكوبات لا 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 تيب راش واحد لك شو هون على الارض جيبوا جيبوا شو هون على الارض امير شو عم تحاول تعمل؟ لانه فول مدكت اعطيه بعطيك فول مدكت بس اعطيني هاودي تبع المشروب اعطيتك ايه كبيت ثلاثة فول مدكت انا تحت انا كبيت ثلاثة فول مدكت تحت لا وين تحت؟ تحت وين؟ دروب 10 جيبها ايه تحت تحت هون هذا الميت هون ما كبت معك لكن انت اخذته نعطيني واحدة منه مش معي غير ثلاثة مش ما فول متكت مش فول متكت اتش معي ستة اعطيني واحدة انت اعطيت ثلاثة لك اعطيك ايه كب السكوب ايت وهذا اللي بدي شيء معي فول معي اثنين فول خلص امير بب Hey,
تعريف؟ هيك ما عملت لك شيء. باي. شباب يعني أمي صارت حيوان وما شو هلعب معه ولا دق ولا نصور معه بحياتنا. في دروب اسم نروح عليا أنا أمير. خلينا نسوق أمير خلينا نروح عليا. بدك شو نروح عليا؟ إيه يلا ركب. يلا ركب. ركب. ايه شفته شفته شفته. وين صارت الدروب؟ وين صارت؟ امير يلا سوق اذا بتعرف ويني يلا روح. ان شاء الله يطلعوا لنا اوم في يا شباب. اوم انا القناص انا شباب. وليه لوين؟ لك وين؟ ايه روح. يعني شباب تخزوناش صار مشكلة صغير بيني وبين الامير. هلا انزل هلا بيجوا الناس بناخذ لهم صحيح. شو في؟ ما فيش معي. خذها يا خي. ما فيش معي اذا اخذت. ما مش اخذ شيء انا ما اخذت شيء. شباب شوفوا انتو قلوا له الامير اذا ما عن شيء في شيء مش عاوزهم معنا. ايه لو بدون انتو تقلوا لنا نرجع. يعني مش عايز شيء. طيب طيب شباب صنم. شباب لازم نروح على السيف زون. امير تعال كيف نروح على السيف زون. يلا لاتس جو. امير يلا وقف وقف. ورا السيارة ورا السيارة ورا السيارة. هاي 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 وينك؟ هاي رح موت رح موت. نزلت رح انزل رح انزل رح انزل رح انزل رح انزل رح انزل رح انزل. واو اي نزلت. صرنا الدق شباب طمنكم طمنكم. في واحد فوق امير جاي يبرمنا. في واحد جاي يبرم عم يبرم عم يبرم امير من ورا من ورا. واحد جاي من ورا واحد جاي من ورا. شيل الليزر لازم. اجينا اجينا. لوتني امير قتلوا لوتني قتلوا لوتني. امير صرنا الدق شباب. انا سكواد ديت جوين نوب وعم قلك سكواد رجع. يعني طيب شباب وصلنا لنهاية الفيديو وان شاء الله انبسطتوا فيه. يلا مركز تاني. وباي.